السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة. وكنبغي نعتذر للبنات اللي شافوا الفيديو، حطيته دابا هادي شوية شي نص ساعة تقريبا بالنسبة لهذا المونتاج اللي راني كنمونطي فيه دابا. وقع لي مشكل أن الفيديو يعني تقطع، ما كملش في المونتاج. يعني الفيديو مني أنا لونسيتو يعني ما كانش كامل، كنعتذر. عاودته من جديد، وكنبغي نرحب بكاع البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عاد انضموا جداد. كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وهذا اليوم نحضر هاد الملاوي هادو اللي كيجيو رائعين ولداد وسهلين، وفي وقت قصير يمكن لكم تحضروا كمية اللي هي كبيرة. ودابا غادي ندوز للحشوة. عندي جوج ديال الجزرات اللي حكيتهم تحكم في الحكاكة اللي تكون رقيقة. عندي قرعة خضراء وجوج ديال البصلات كبارين مشلضين رقاق. إذا كانت عندكم ديك الطحانة طحنوهم شوية يكونوا رقاق. وعندي 300 غرام ديال الكفتة، قزبر ومعدنوس، الزيتون مقطع رقيق، زيت الزيتون، الكركم، الزنجبيل، فلفل أسود وفلفل أحمر بودرة، والملح، ومعلقة صغيرة ديال الهريسة كتبقى حسب الذوق، يعني ولا حسب يعني واش كتبغيوها ما كتبغيوهاش. وحتى بالنسبة اللي عندهم وليدات، انا درتها في الملاوي ما جاتش كاع الحرارة نهائيا، حلا ما كيناش مع انها حارة حيت استعملت غير كمية اللي هي قليلة. وضعت المقلة على النار وكبيت الزيت، وزدت عليها البصل اللي قطعته رقيق. ومن الاحسن يعني اللي تخاف ان الحشوه العجينه ديالها تقطع، طحنها في ديك الطحانه اللي كتكون رقيقه، ماشي بزاف، غير شويه وصافي. على حسب هالطريقة كتبغي الحشوه انها تكون رقيقه. ولا يمكن لكم تعوضوا حتى الكفته بالطون، كتجي زوينه لان الطون حتى هو كيذوب، ما كيبقاش بحال الشكل ديال الكفته، كتبقى شويه هذوك الكويرات ديولا، خصنا دائما تبقاو تضغطوا عليهم باش يهبطوا، باش ما يبقاوش هكاك، باش ما يقطعوش لكم الحشوه، عفوا العجين. انا ما عاودت الفيديو، راه تخلطت لي الحشوه مع العجين. مشكله في هذا المونتاج والله. ووضعت التوابل، فلفل احمر بودره، الكركم. المهم البنات اللي ما شافوش المقادير من الاول راني كنعاودهم هكا. زنجبيل، المهم الثومه راه حتى هي وضعتها في الاول مع البصله. وضع جميع التوابل، فلفل اسود، وهذا نخلط هذه المكونات كامله مع بعضها. كلكم تضيفوا الفلفله، ومن الاحسن ما تستعملوش يعني بزاف ديال الخضر، يعني اللي كتكون هكا ما كتذوبش، تكتفيو غير بالقرعه والخيزو لانهم كيكونوا محكوكين، ما كيذوبوا يعني ما كيبقاوش باينين في وسط الحشوه. وهذا نخلط هاد الخطيره هادي مع هاد المكونات. وهذا نضيف الزيتون الاخضر اللي كيعطي واحد المذاق، واحد النسمه زوينه للملاوي. قزبر ومعدنوس، هاد مكونات بجوج، مكونين يعني القزبر ومعدنوس والزيتون، وضعتهم في الاخر ديال الوصفه يعني باش تبقى ديك النكهه وديك المذاق. والحشوه هنا راها يعني وجدات كما كتلاحظوا، جميع الخضار دابت، حتى ديك البصله اللي شفتو حتى هي ما بقاتش يعني هبطات، بقاتش واقفه. وهذا دابا نطفي على الحشوه من بعد ما جهزات كما كتلاحظوا، راها واجده. غادي نحطها تبرد، دائما صبقوا الحشوه قبل العجين باش هكا الحشوه ديالكم تبرد وما تقطعش لكم العجين وتبقى سخونه.
الأحسن أنكم توجدوها قبل العجينة ما تحضروها، ديال أي هكا أي يعني عجينة هكا حضرتوها معمرة، دائما طيبوا الحشوة هي الأولى وحطوها تبرد. هذه هي الحشوة، كما لاحظتوا كلشي دبال وانسجم مع بعضه، كتجي زوينة ولذيذة. وغادي ندوز دابا باش نحضر العجين. عندي 700 غرام ديال الدقيق الأبيض، 250 غرام ديال الفينو، ما درتش بزاف ديال الفينو لان هاد الوصفة هاد الملاوي هاد الشكل هذا ما كيبغيش يعني الفينو بزاف. وضعتهم في العجانة، وغادي نزيد شوية ديال الملحة، يعني ما عندناش بزاف ديال المكونات في هاد العجين غير الملحة والماء. وغادي نبقى هكا نجمع في العجين ديالي. خاص العجينة شوية تبقى شادة في راسها، تبقى قاصحة شوية، ما تكونش جارية، تكون يعني رطبة وفي نفس الوقت قاصحة ورطبة بجوج، ما تكونش بحال هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، ما تكونش جارية باش ما تعذبكمش، وما تكونش قاصحة عاود فوق القياس. وغادي نشكل العجين ديالي كما لاحظتوا، كويرات اللي تكون بنفس الحجم. انا درت كويرات اللي كبارين شويه، لان الطريقه اللي غنخدم بها كتحتاج ان الكويرات يكونوا شويه كبارين، يعني يمكن لكم غير من جوج الكرات تخرجوا 4 6 ديال الملاوي، كيبقى على حسب شنو بغيتهم، كبارين متوسطين صغار. وهنا من بعد ما شكلت الكويرات ديال العجين دهنتهم شويه ديال الزيت، وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد المهم نص ساعه، على حسب الحراره ديال الغرفه. راه العجين كيكون طري بسرعه خصوصا في المغرب لان كاينه الحراره دابا، وحنا هنا في اوروبا خاص ولا بد انكم تخليها تقريبا واحد نص ساعه. لاحظوا العجينه من بعد ما ارتاحت كتولي مطيعه وبسرعه، يعني يمكن لي نشكلها. واللي عنده اكيد الحراره في الغرفه ديالو غادي يخلي الزبده غير تاخذ درجه عفوا يعني درجه حراره الغرفه، يعني راها تكون مزيانه. واللي ما عندوش يذوبها غير شويه، ما يخليش الزبده حتى تذوب مزيان غير شويه، ويزيد لها على الدقيق الفينو، ما تكونش الزبده دايبه باش يجيكم الملاوي ديالكم قرمشين وزوينين. كناخذ جوج ديال الكرات كنسرحهم بهذا الشكل هذا، وكناخذ الخليط يعني التوريق الوسط ديال هاد الملاوي ديال الفينو والزبده، كندهن بهم ملويه وكنحط فوق منها الكره الاخرى بحال هاد الشكل. اساس في هاد الوصفه هاد الطريقه هادي مهمه بزاف باش يجيكم ملاوي زوينين. ديروا هاد الوصفه هادي ديال الزبده تخلطوها مع دقيق الفينو، لانها سر من اسرار ديال هاد النجاح ديال الملاوي ديالكم، يجيو مقرمشين. يجيو خفاف وزوينين كما كتلاحظوا. هنا من بعد ما شكلتهم ودرت وحده فوق وحده كما لاحظتوا، غادي نخليهم يرتاحوا شويه غير واحد 10 دقائق، لانهم كيكونوا يعني في الاول من يرتاحوا المره الاولى يعني كيتسهل عليا من بعد باش نسرح العجين بسرعه. كما كتلاحظوا يعني يمكن ليا نشكلو كما بغيت، كندهن بشويه ديال الزيت وكنسرح العجين، يعني ما استعملش الزبده في المره الثانيه، لان الزبده كاينه في الوسط ديال الكرات بجوج اللي دهنت قبيله مع الفينو. يعني البنات اللي ما بداوش الفيديو من الاول، راه الزبده درتها وسط الكرات ديال العجين مع دقيق الفينو، حيت ضروري الملاوي والمسمن خاص ضروري نديرو فيهم الزبده باش كتعطي داك قرمشة وداك المذاق اللي كيكون بنين. وكنبقى ندهن هكا بالحشوة، غير كندهن شوية ماشي بزاف، ما توضعوش الحشوة بزاف غير شوية، ندوزوها على العجين كامل بهذا الشكل هذا. والبنات اللي خافوا ان الكفتة هكا تقطع لهم العجين، من الاحسن استعملوا الطون، راه حتى هو كيجي زوين، يعني الطون كيبقى حتى هو زوين ولذيذ.
ومن بعد ما سرحت العجين كما كتشاهدوا كنبقى نلوي فيه بحال هكا بحال السيجار، وكنسرح هكا لبنت ليا شي كوره ديال الكفته بقى هكاك ما دايباش، كنحاول نفتتها باش ما تخسرش ليا العجين ملي نبغي نسرحه ونطيبه. كما كتلاحظوا كيجي زوين، وهاد بحال هاد السيجار هاد الشكل هذا راه كيلوح لكم يعني بزاف ديال الملاوي، يمكن لكم ديروا سبعات حتى لثمانية الا بغيتو نتوما، الا بغيتو هكا ملويات صغيورين، يعني الطريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة. انا درتهم شوية يعني الحجم ديالهم شوية كبير، درت ربعة يعني كل يعني هاد السيجار كل واحد لحلية ربعة، وكاينين شي وحدين اخرين استعملتهم درتهم صغيورين يعني درت خمسة. وضروري من هاد المرحلة هادي انكم تشدوا العجينة اللي كتكون الراس ديال العجينة اللي كيكون شايط، انا غنوري لكم بالتفصيل يعني. وكنجمع هاد العجين هذا اللي كيكون في جناب، كنجمعوا به العجين وكنضغطوا في الوسط ديالو كما كتلاحظوا. ضروري من هاد المرحله باش ما تخرجش لكم الحشوه، هاد الشكل كناخد العجين وكنخشيه في الجناب وكنضغط مزيان. هما ملاوي عندي واجدين جاهزين بحال هكا، يعني طريقه سهله وبسيطه. انا راه درت كميه اللي هي كبيره، يمكن لكم نتوما ديروا غير 4 ديال الكرات، وراهم عطاكم تبارك الله ملاوي عطاكم شي 12 ملويه، انا درت بزاف، كيبقى على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما تستعملوا. يعني بالنسبة للسيدة هكا في الويكاند يمكن ليها تستعمل دير كيلو، غادا دير بزاف ديال الملاوي وتحتفظ بيهم. يعني بالنسبة للسيدات اللي خدامين هكا واللي ما عندهمش الوقت، والسيدة اللي جالسة في الدار اكيد راه في وقت وجيز يمكن لك تحضري هاد الملاوي هادو، ساهلين وبساط. وفي شهر رمضان خليهم حتى يقرب هكا وقت الافطار وطيبهم هكا كيكونوا سخانين ومقرمشين في الاول كيكون احسن. كيعجبني انا الملاوي وهاد البطبوط نطيبو في يعني في الاخر ديال الصيام، يعني في النهار ملي قرب الفطور تنوجد العجينه ديالي وداكشي، وفي الليل ملي قرب الافطار كنطيب، كيبقى داكشي زوين ومحافظ على السخونيه ديالو وعلى المذاق، حاجه طريه. بقيت هكا كنلوي في هاد الملاوي هذا بهاد الشكل، كنلوي وكنقاد وكنعبر. بالنسبه للسيدات اللي هكا كيصعب عليهم انهم يديروا مسمنه كبيره ولا صغيره، عبروا كتاخدي السكين وكتقطعي وحده وكتبقاي تقطعي بها هي نيت، يعني باش يجوك ملاوي بنفس الشكل وبنفس الحجم. انا كنستعمل غير عيني ميزاني. بقيت هكا كنلف وكنجبد هكا في الجناب وكنحاول نقاد الجناب باش تكمل لي العجين تكون بنفس الشكل. وغادا ناخد سكين ونقطع العجين. انا كما قلت لكم يعني كل اللي بغيتهم صغيورين، يعني كل هكاك مستطيل تقطعوه على جوج. وكناخد العجين وكنجبد من الجناب وكنضغط على العجينه في الجناب ديالها، كندخل الحشوه باش يعطيني عجين اللي يكون مقاد ما يكونش فيه هكاك العيوب والحشوه ديالو خارجه. ودائما كنزيد ناكد لكم العجين ديالكم باش يكون ناجح خاصو الراحه، وخاصو ولا بد انكم ديروا فيه الزبده مع الفينو، الزبده اللي ما تكونش دايبه بزاف تكون بحراره الغرفه، وإلا كانت عندكم قاصحه ذوبوها شي شويه هكا في الشكل
في كاسرونة هكا باش تنجح لكم العجين. ووريتكم هنا بالتفصيل، يعني عودت لكم هاد المرحلة هذه بزاف ديال المرات باش الحشوة تكون مجموعة وما تكونش خارجة لكم، من تصيبوها ما تخرجش. كما كتلاحظوا هنا راني قاديت الملاوي اللي صايبت، يعني درت منهم صغيرين متوسطين الكبارين، درت اشكال وانواع. صراحة كتجي زوينة ولذيذة بزاف هاد الحشوة هادي. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقة هادي ديال الملاوي اللي كتجي زوينة وبسيطة، ويعني ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. انا راني درت كمية اللي هي كبيرة، وضعت المقلة على النار، النار اللي تكون متوسطة، ما تكونش يعني طالعة الحرارة، يعني تكون سخونة بزاف. الا كانت سخونة بزاف ما غاداش غادا تطيب لكم العجينة غير من برا ويبقى لكم الداخل. والنصيحة الثالثة وهي ان الملاوي راه ما كيترقوش، راه كيبقاو غلاض، ماشي بحال المسمن. الا رققتوهم راه ما كيجيوش زوينين، وما كتجيش ديك الحشوة وداك الشيء ديالهم باين، كيجيو لاصقين. من الاحسن انكم تخليهم السمك ديالهم شويه غليظ. هنا راه كنطيب في الملاوي كما كتلاحظوا، كيجيو زوينين ومحمرين والحشوه ما خرجاتش، يعني بقات داخل ديالها. يعني بزاف ديال البنات غادي تخوفوا ان الحشوه تخرج، راه ما كتخرج ما حتى شي حاجه، كتجي زوينه بطريقه اللي هي جد جد بسيطه وسهله. وكنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من لي لايك وبارطاج مع الأصدقاء والأحباب ديالكم باش تعم الفائدة. والبنات اللي مازال ما شاركوش، كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة. لاحظوا أنا كنوريكم ملاوي كيفاش كيجيو، يعني مني كنضغط عليهم ضروري. هاد المرحلة حتى هي مرحلة عفوا، نصيحة الرابعة هو أن الملاوي دائما خاصكم ديروا لهم هكا، كيجيو محلولين ومقرمشين. كنتمنى انهم يعجبوكم، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم. وكنعتذر على الفيديو الاول، وبسلامة عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.